بسبب المثلية، سناء عكرود ترد على منتقديها. ردت الفنانة المغربية سناء عكرود على الانتقادات التي لاحقتها بسبب صورة قامت بنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام بمناسبة عيد الحب، جامعت بين عضوين من فرقة البي تي اس وأبدت إعجابها بالحب الذي يجمعهم. وصرحت سناء عكرود لبعض المنابر الإعلامية على هامش عرض فيلمها الجديد: ما عندناش الحق ولا السلطة باش ندعمه ولا نمنعه، هذيك حرية شخصية وطبيعة وميول جنسي، أي واحد اختار أنه يعيش هكذاك وهذيك طبيعته. وأردفت: بالنسبة للمثلية، واش أنا معها ولا ماشي معها، أنا بالنسبة لي أي مظهر من مظاهر الحب إلا كان حقيقي أنا معه. وسبق أن هاجم الجمهور عكرود بكتابة العديد من التعاليق السلبية على التدوينة التي نشرتها مع الصورة، معربين عن غضبهم من هذه الأفكار التي تنشرها الفنانة والتي من شأنها أن تساهم وتساند في نشر المثلية ببلد محافظ. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.